أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. بداية مع قضية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية، حيث تظاهر الآلاف من العراقيين اليوم الأربعاء أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد احتجاجا على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي. وتتعالى الأصوات المطالبة بإعادة سعر الصرف إلى ما هو عليه في السابق ورفع قيمة الدينار العراقي. فمن محافظة البصرة جنوبا طالب وجهاء وشيوخ العشائر في المحافظة بكلمة لهم، طالبوا بخفض سعر صرف الدولار لما له من تبعات اقتصادية واجتماعية على العراقيين، لا سيما العائلات المتعففة وأصحاب الدخل المحدود. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نخوض في السياسة ونتركها لأصحابها، ولا نتحدث عن السلطة المالية والنقدية، نتركها كذلك لأهل الخبرة والاختصاص، ولكننا انطلاقا من واجبنا الوطني والاجتماعي وحفاظا منا على ديمومة الاستقرار المجتمعي من أي تداعيات اقتصادية قد تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي، وبسبب المخاوف المشروعة لأبناء مجتمعاتنا، صار لزاما علينا اليوم أن نطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حلول آنية سريعة ودائمة لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وإن هذا الارتفاع المخيف في أسعار الصرف تسبب بارتفاع السلع في الأسواق، والتي تضرر منها المواطنون من أصحاب الدخل المحدود خصوصا. إن عدم الاستقرار الاقتصادي قد يساهم في عدم الاستقرار المجتمعي، وإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار والتداعيات الاقتصادية السلبية ربما تؤدي إلى زيادة في أعداد الفقراء، وكل هذه عوامل قد تكون مساهمة في زيادة حالات الجريمة المنظمة والصراعات الفردية والمجتمعية، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي. وانطلقت تظاهرات كبيرة من أمام مبنى البنك المركزي في العاصمة بغداد، شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظات كافة احتجاجا على الانخفاض الحاد في سعر صرف الدينار العراقي أمام ارتفاع الدولار والسياسات الاقتصادية الفاشلة في معالجة الأزمة التي تسببت بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم. دعونا نتابع جانبا من التظاهرات من أمام البنك المركزي في بغداد. المظاهرات عفوية بما يخص ارتفاع سعر الدولار، وعلى الشعب العراقي انه لا يبقى قاعد. الشعب العراقي لازم يتكاتل، الشعب العراقي جاي يتأذى من الاحزاب. اكو ناس فقرة تدمرت بسبب الدولار. على الشيبات الكريمة وكل مثقف وكل شرائح انه تخرج لمطالب، وهي مطالب عامة مو خاصة. اطلع اطلع، لا تبقى ساكت، اطلع طالب حقك، اطلع. الاحزاب جاي تعذيك، الاحزاب دمرتك، اطلع. صاعد نازل جاي يضحكون عليكم، الاحزاب جاي تتحكم بالدولار. كنا بدون كل اي مصنع عراقيين نريد نرجع الدولار لل 120 حتى التاج. وأظهر مقطع مصور قيام متظاهرين أمام مبنى المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد بترديد هتافات تطالب السلطات الحكومية والبرلمانية بالكف عن الأعذار والتحرك لاتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. دعونا نتابع جانبا من هذه الهتافات.
لأجل أن يصدق علينا قول النبي الأكرم: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. إلك سودانك فاعذر، خلي ينزل الدولار. إلك سودانك فاعذر، خلي ينزل الدولار. سودانك فاعذر، خلي ينزل الدولار. إلك فدوى رحلتك سوداني كاف عبر، خلي ينزل الدولار. وخرج المئات من أهالي مدينة الديوانية بمحافظة القادسية للمطالبة بخفض سعر الدولار وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني. أحد المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي من تظاهرات الديوانية، دعونا نشاهده معا. العشرات من محافظة الديوانية على التجار والكسبة يتظاهرون مشارع المواد الحسينية باتجاه مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بانخفاض أسعار الدولار وانخفاض أسعار المواد الغذائية دولة المحافظة من المحافظات الفقيرة. سيد حسن شنو مطالبكم؟ مطالبنا بتخفيض سعر صرف الدولار وإنعاش الاقتصاد العراقي واحترام هيبة الدينار العراقي. هذا الدينار اليوم قاعد يتعرض إلى تدمير من قبل الحكومة التي هي أساس بلاء العراق. هذا الدينار هو سيادة العراق، هذا الدينار هو اسم العراق. إذا انهار الدينار انهار العراق اقتصاديا. لذلك اليوم احنا مطالبنا بأن يكون هذا الدينار هو أعلى فوق الدولار. ما نريد الدولار يرتفع على سعر الدينار، لأن هذا الدينار هو الشعب العراق. وبدلا أن تضع الحكومة حلولا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، مجلس الوزراء برئاسة محمد الشياع السوداني وفي جلسة يوم أمس الثلاثاء لم يناقش المجلس أسباب الخسائر المتحققة من عمل الشركات العامة على مدى السنوات الماضية، ولكن أقر المجلس بتغيير أسماء الشركات المنصور والرشيد والمعتصم والفاروق، حيث أشار عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بأن تغيير أسماء هذه الشركات يحمل نفسا طائفيا. دعونا نتابع ما جاء من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس. جاء فيه بأنه أولا دمج الشركات المثبتة في أدناه التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لتصبح بحسب الآتي: أولا دمج شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة الفاو الهندسية العامة ليكون اسمها شركة الفاو الهندسية العامة. ثانيا دمج شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية ليكون اسمها شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية. ثالثا دمج شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة حامورابي العامة للمقاولات الإنشائية ليكون اسمها شركة حامورابي العامة للمقاولات الإنشائية. رابعا دمج شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة سعد العامة ليكون اسمها شركة سعد العامة للمقاولات الإنشائية والاستشارات الهندسية. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق. زهراء تقول: المتضرر الوحيد من ارتفاع سعر الدولار هو الفقير، حاربت هذا الشعب المسكين في كل شيء حتى في رزقه. تقول: الله لا يوفق كل من له يد في ارتفاع سعر صرف الدولار وأذية الناس الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة. تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. صقر يقول: يجب أن تكون المظاهرات لإزالة الأحزاب وميليشياتها بدون استثناء. يقول: هؤلاء من دمر العراق، أما نزل الدولار فهذا جزء يسير مما فعله هؤلاء الخونة. أحمد العراقي يقول: كل الطرق في بغداد تؤدي إلى البنك المركزي. مصدق آل معروف غرد هو الآخر وقال: نزل الدولار يا حرامية العراق.
وأحد واحد من أغنى البلدان، وبسببكم وبسبب أسيادكم بإيران صار من أفقر الشعوب، يقول مصدق. إذن تظاهرات كبيرة بالآلاف اليوم انطلقت أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، تطالب بخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ومثلما شاهدنا في المقاطع السابقة هتافات للمتظاهرين أمام البنك المركزي بشعارات تطالب الحكومة وإدارة البنك بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلبا على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية. طبعا قال المحتجون، قالوا بأن استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار ترك المواطن العراقي أمام أعباء إضافية وأحدث إرباكا في السوق المحلية وحالة من الركود. نعم، معنا اتصال أبو مالك من أمريكا. أبو مالك، برأيك هل حكومة محمد الشياع السوداني قادرة على خفض قيمة الدولار مقابل أمام الدينار العراقي؟ هل هي قادرة؟ أرحب بك أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك أستاذ عمر ولكل كادر القناة. حياك الله يا أهلا بك. صدقني أستاذ عمر، لا سوداني ولا أبو السوداني إلى يد الطول على هاي اللعبة اللي سوتها أحزاب الإطار التنسيقية مؤامرة إيرانية على الشعب العراقي. أستاذ عمر، لماذا لا يستطيع خفض قيمة الدولار؟ ما يستطيع لأنه السوداني مسير بأمر الإطار، أمره مو بكيفه، ما يقدر كل شيء يسوي. صدقني، والدليل إذا تذكر حضرتك وعدكم على القناة تصريح السابق اللي قال إحنا بحاجة إلى القوات الأمريكية، البارحة التصريح الثاني يقول إحنا مو بحاجة قوات التحالف. نعم، القوات الأجنبية قبل سفره إلى فرنسا. نعم تمام. نعم، يعني هذا دليل على أنه هو أمره مو بيده، لأنه اعترضت عليه أحزاب الإطار التنسيقي غير، فهذا مسير أستاذ عمر، أمره مو بيده. اثنين، إذا تسمح لي. نعم، المؤامرة اللي هي بيد الإطار التنسيقي حول تغيير محافظ البنك المركزي، والدليل على أنه السودان تقبل هو اللي غيره. ليش؟ حتى يغطي على أعمالهم السوداء مال تهريب الدولار إلى إيران. نعم، أنت تعرف الجد عملاء مخلين بالشارع للم الدولار من الشارع حتى يهربوا لإيران. نعم، بس الله يعلم بيها. اثنين، العراق أستاذ عمر بكم رئيس وزراء من 2003 مر لحد الآن؟ نعم، أربعة. تمام، إبراهيم الجعفري، نور المالكي، وعادل عبد المهدي، وحيدر العبادي، والكاظمي خمسة، والسوداني ستة. تمام. نعم، ليش أحالوا الكاظمي للمحكمة بالفساد؟ ليش ما حالوا واحد من القدماء؟ لأنه الكاظمي متهم أثناء ما كان يدير المخابرات بأنه هو المتآمر على قتل سليماني والمهندس. معناه أنه الجماعة دا يعملون بأوامر إيرانية. أستاذ عمر، هاي مؤامرة، واللي يؤسفني أنه المؤامرة تنفذ بأيادي عراقية. هذا اللي آني دمي محروب من عندك. نعم، شلون دول راضين حليب أم عراقية اللي هم عملاء لإيران؟ نعم، أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا كان معنا. معنا أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، شلون تشوف موضوع صرف دولار وارتفاعه أمام الدينار العراقي، واليوم الأسعار ترتفع بشكل جنوني في العراق؟ أستاذ العزيز، الأسعار هو من عجب المواد الغذائية. المواد الغذائية نفسهم دول ال 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 أنا ما أقول وزراء، الفقراء نفسهم هم من التجارة. هذول هم اللي هم تجار، هم تجار نفسهم، هم تجار هم وزراء. يعني هذا من جاء على المنصب هيحصل حصانة دبلوماسية، هيحصل حصانة.
يشتغل يصعد دولار ينزل دولار يصعد سوق، المهم مصلحته. عائلته برا لان على ابو لابو عائلته حيشان. لا 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 بس ارجوك لا ابو عبد الله، ابو عبد الله يا مو عاد يدفع الثمن ماشي ابو عبد الله بس بدون فدوه بدون تجاوز ماشي بدون تجاوز ارجوك تفضل. تجاوز يعني احنا ما نتجاوز خوش حكي، احنا نعتذر ما نتجاوز. هو من ياكل القوت مال الفقير عادي، هو ما يخالف بالعافيه عليه. لا مو عادي بس ما نتجاوز يا اخي. نعم. ناس أكلت سحبة دم العراقيين عمي. وهذا محمد شاع السوداني مثل نعم. ما كان الكاظم يومية الدولة، هذا يومية الدولة عمي. هذول موظفين عند أمريكا وغير أمريكا وعند إيران، موظف يعتبر درجة مدير عام ماكو. سوي ولا شنو يمضي وعود وثالثة كل وعد الوعد من عنده محقق 1% من عندهم، يعني هذا كذب على اليمن. نعم. يعني هو متونس وعائلته متونسه، والفقير والشعب العراقي مع احترامات للشعب العراقي حيشات على بطيخ. يعني برايك يوضع حد لهذا الارتفاع لو 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 راح يرتفع بعد اكثر برايك؟ منو؟ سعر منو صرف اليوضع؟ الدولار منو اللي وضعه؟ الحكومه. يا حكومه هاي حكومه السودان هاي عصابات جايه تدمير البلد. يعني انت لو تراجع اي دائره ابسط موظف تروح عليه يقول السلام عليكم يقول لك 25000. يعني كلها عمي كلها ما هو يعني اصغر موظف قام ما يخاف، لان الكبير حرامي والصغير حرامي كلها حرامي يا عمي. يعني ما تقدر تحكي، يعني تروح تشتكي انت مو يقول لك اكو نزاهه، تروح تشتكي يما نزاهه تطلع انت مطلوب، تقوم تسد حلقك بس ما تسولف، ما حد يقدر تبتلي على عمرك. No. يا عمي ناس الله بالعنف ناس ضايحه ناس طاقه ضايحه جبت الدمره البلد. نعم. وانا اشكركم ومنكم. شكرا ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه وملفات كثيره سوف نناقشها معكم ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد، معنا ابو علي من واسط، ارحب بك معنا ابو علي، تفضل ابو علي. استاذ الكريم مساء الخير لحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك. تسمح لي بس اتكلم عن المظاهرات اليوم. نعم. ردة فعل الاطار يعني. نعم. يعني هذه المظاهره اعتقد عد لها مسبقا يعني من تقريبا حوالي اسبوع، والجمهور العراقي يحتشد لهذه المظاهره. نعم. اللي طبعا الحكومه سبقت هذه التظاهره باستبدال يعني محافظ البنك المركزي، مع ان الحكومه يعني
لحد الان ما ظهرت ليش بدلت يعني هل هو بسبب يعني بس المحافظ له السياسه النقديه للبلد او السياسه الماليه اللي صار تدخل من وزاره الماليه في شؤون البنك الدولي البنك العراقي البنك المركزي العراقي. نعم. اللي استغربت اليوم ان يعني ابواق الاطار اليوم يصنفون التظاهره لانها تظاهره لاعاده المحافظ البنك السابق. يعني ما ادري يعني السذاجه اللي هم وصلوا الها. نعم. لانه يعني يا اما هم يعني حشاكم انتم ما يفتهمون وهذا متاكدين من عنده او انهم يحاولوا يغيروا حقائق ظاهره يعني مستحيل ان تبقى الشمس بال يعني بالبنك. التظاهرات واضحه تطالب بخفض سعر الدولار وهو ارتفع بزمن يعني مدير البنك السابق اللي اقاله محمد السوداني قبل ايام. بالضبط هي نعم. هي المشكله مو بالمحافظ، المشكله نعم. بسياسه الدوله. يعني سبب الارتفاع ترى مو محافظ البنك المركزي. نعم. سبب الارتفاع انه هناك اكو اموال بالدينار العراقي موجوده غير معروفه المصدر جاي يطلب دولار. يعني الان المبيعات من 60 الى 70 مليون دولار، هذه مبيعات حقيقيه من نافذه بيع العمله، لان بوصولات رسميه وبوصولات مو مزوره. الفرق اللي حوالي 200 مليون دولار يوميا، هذه كانت بوصولات مزوره. على الحكومه اليوم انه تبحث عن الاموال الدينار العراقي الموجود، منين اجى؟ من اللي يطلب الدولار؟ مو يروح يعتقل لي يعني اصحاب صرفه صرفات يعني نفس اللي سواه النظام السابق، من كان يحتكر الدولار اي واحد يقول عنده 300 دولار يسجنونه نفس الشيء. هو قبل يومين ابو علي رئيس الحكومه محمد الشيع السوداني طلع امام اكياس الطحين وتكلم بانه قضيه بيع 300 مليون دولار قبل العقوبات الأمريكية، يقول هذا أمر يعني أثار استغراب وحيرة المراقبين والاقتصاديين الدوليين. اليوم انخفض إلى 90 أو أقل من 90 مليون دولار باليوم. يقول هو تكلم قال إنه هذه الأموال تهرب خارج العراق. بعد ما يدري؟ نعم. أنت ما تدري؟ هو شيء أساسا بالإطار. هذا الأمر يعني طبعا من سنوات. اي هو نعم. سيد الكريم اليوم احد الاقتصاديين سمعته باحد البرامج يقول احنا كل 10 ايام يهربون مليار دولار لايران ولسوريا وسوريا وتركيا هذه الدول. والمصيبه انه طبعا ليش امريكا الان يعني بدات تتابع الدولار؟ لانه جاي يروح روسيا عن طريق ايران وعن طريق تركيا. يعني اليوم احنا كعراق اصبحت بقعه لغسيل اموال فساد موجود داخل العراق. يعني ال 200 مليار دولار او ال 180 مليون دولار يوميا اللي تنباع، اكتشفنا انه اليوم هذا فساد. يعني السوداني مو غريب على الوضع، هو كان محافظ وكان وزير وغيرها، فاليوم لا يستغرب. يعني احنا حقيقه يعني استاذ الكريم احنا لحد الان السياسيين بالعراقيين عندهم عقليات الثمانينات والسبعينات، من يوقف يصفط لي فلوس ويوقف وراء قواني طحين ولا يروح ينزل لي البيض والدجاج، لان يعني هذا موسم مو نفوق البيض ولا الدجاج بهذا الوقت يردون يصرفونه. هم ما عندهم خطط استراتيجيه للبلد. هل اليوم التساؤل الجوهري، هل قادره حكومه السودان على خفض سعر صرف الدولار؟ والله هي الاجابه استاذ، هو منين طلع؟ هو طلع من فساد. هل معقول الفساد يحارب فساد؟ هذه مستحيله تصير. نعم. انا اشكرك انه فساد ما يحارب فساد. نعم اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. نذهب إلى الملف الثاني حيث وصلنا مقطع خاص لقناة الرافدين الفضائية من داخل سجن التاجي في بغداد لأحد المعتقلين وهو يشكو سوء المعاملة داخل السجن إضافة إلى قلة وجبات الطعام المقدمة لهم، حيث يوضح السجين بالفيديو بأن عددهم داخل الزنزانة الواحدة يبلغ 45 شخصا، بينما الأكل المقدم لهم الطعام المقدم لهم لا يكفي لعشرة أشخاص، إضافة إلى اضطرارهم لشراء ما يحتاجونه من حانوت السجن بسعر مضاعف وكبير جدا. دعونا نتابع هذا المقطع الحصري الذي وصل إلى قناة الرافدين الفضائية فلنتابع. السلام عليكم. هذا تصوير من داخل سجن التاجي. هاي وجبة الإفطار اللي هي بس هاي الصمون وهاي الشوربة، هاي الجبن، هاي الجبن. هذا الواحد الباكيت بيه ثلاث نفرات، الله شاهد هذا مال 45 نفر.
هذا قدامكم مال 45 نفر، وكانوا يجيبون لنا الشوربه بعلاليك، واحنا اشترينا هذا سطل ب 15,000 على مود يجيبون لنا به. الله شاهد على ما اقول. السلام عليكم. هذا التمن والفاصوليا، هاي وجبه الغداء مال 45 نفر، الله شاهد وياي. شوفوا ذني ما بهم مال 10 نفرات مال 45 نفر، الله شاهد. وحول أحوال السجناء في السجون قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول أحوالهم، قال متعب غربي، قال أنقذوا السجناء مهما كان، يقول هذول بشر وعندهم أطفال وعوائل، ماكو ضمير يتساءل لفلوس وسخ دنيا ومادهم. أما أبو عبد الله الكربلائي فيقول صحيح، والرشوة على كل شيء، يخابر بفلوس، القاعة بفلوس، مهما يكون فهو إنسان. يقول نطالب الحكومة العفو العامة. أبو هديل الفتلاوي يقول الله شاهد، السجون العراقية ظلم عابر الحدود، كل شيء اسمه ضمير تحس انتهى. الإسلام والله يقول البوذي أشرف منهم، اشتحشي قليل، ضحايا السجون العراقية ليس لها مثيل. سعدون إبراهيم الهاشمي هو الآخر علق وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول الله ينتقم من كل مسؤول، ما عنده مخافة الله، أكو ناس أبرياء ليش ساجنيهم. نعم. نذهب إلى ملف أزمة الوقود، فمع استمرار هذه الأزمة في بعض المحافظات العراقية، وثق أحد المواطنين اصطفاف مئات السيارات بطوابير طويلة على إحدى محطات البترول في محافظة ديالى للحصول على مادة الديزل الغاز بعد شحته وفقدانه في محطات المحافظة في ظل غياب خطة لسد النقص الموجود. دعونا نتابع هذه الصور من محافظة ديالى. إلى محافظة صلاح الدين، حيث اشتكى أهالي قضاء طوس خرماتو من انقطاع مادة الغاز من المحطات منذ نحو شهر، حيث تعمل أغلب سيارات الحمل والنقل على هذه المادة، ويضطر سائقي السيارات ولا سيما الأجرة لشرائه من السوق السوداء بمبالغ كبيرة. في الفيديو التالي تظهر عشرات السيارات للنقل تصطف في طوابير أمام محطات التعبئة على أمل الحصول على مادة الغاز المفقودة في بلد يعد ثاني بلد مصدر للبترول حول العالم. وفي مشهد حزين وثقته إحدى كاميرات المراقبة لشاب من أهالي الموصل في محافظة نينوى، حيث وافته المنية أثناء الانتظار للحصول على مادة الغاز من أمام إحدى محطات التعبئة في المدينة. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، لحظات وصفها عراقيون بلحظات حزينة، وحمل المتفاعلون مع هذا المقطع الجهات المسؤولة عن هذه الأزمة، حيث يعني قالوا بأنه بسبب الانتظار الطويل تسبب الموت بمفارقة
حياة هذا الشاب بسبب وقوفه لساعات طويلة أمام محطات التعبئة. ومن هذه التعليقات دعونا نقرأ بعضا منها. قيس محمد يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: البقاء لله. يقول: الله يرحمه ويغفر له، الله ياخذ حقه من مفتعلي الأزمات. أما أبو أيمن فقال: حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب المسكين. يقول: والله هذا مات من المذلة. يقول: الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته. زمن تقول: الله ينتقم من اللي كان السبب، العالم ماتت قهر ومذلة. أما أم علاوي النعيمي فتقول: الشباب تموت من الهم والقهر. تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يرحمه. معنا اتصال أم خالدية من العاصمة بغداد. تفضلي أختي، مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ أمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لكادر قناة الرافدين البطلة. الله يسلمك ويخليك ويحفظك عيني، تفضلي. الله يسلمك أستاذ. ما يخص الدولار تسمح لي. نعم. ارتفاع الدولار في العراق السبب إنه حكومة السوداني تريد تربي أمريكا وتربي إيران. شلون؟ أمريكا لها فضل على إيران أو العفو على الحكومة السوداني، لأن هي وافقت على أن تشكل حكومة السوداني. من حسن نصر الله وافق على ترسيم الحدود مع إسرائيل، وافقت السفيرة الأمريكية أن تشكل حكومة السوداني. فأمريكا لها فضل على حكومة السوداني. لكن ما يخص الدولار، حكومة السودان ترد إيران أيضا. فأحد شروط تشكيل الحكومة أن لا يذهب الدولار إلى إيران. فأموال النفط، العفو، أموال الغاز اللي نستورده للكهرباء العراقية 5 تريليون. قالت لهم أمريكا تطوها بالدينار العراقي. استوت الحكومة العراقية أنطتهم إياه بالدينار العراقي، بس وين أودعتها؟ أودعتها بالبنوك العراقية. وسوت سماسرة الأحزاب، وظفت موظفين من الأحزاب قاموا يسحبون هذه الأموال بالدينار العراقي ويشترون الدولار. لذلك يعني صور أستاذ عمر 5 تريليون دينار عراقي تحولت إلى دولار، فطبعا الدولار يرتفع، فهذا السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار. يعني تصور الحكومة العراقية شلون، العفو مع احترامي للسامعين، تلعب على الحبلين. يعني أمريكا قالت لها لا تعطيني الدولار لإيران، هي وافقت ما أنطت، بس أنطت بالدينار العراقي وخلت جماعة الأحزاب اللي هي شكلت حكومة الشيعة السوداني يشترون الدولار من البورصة. فهذا سبب ارتفاع الدولار. واحنا الشعب العراقي تأذينا، دمرنا أستاذ، المواد الغذائيه كلها ارتفعت، بس هي الحكومه مهمه، الحكومه المهم ان تبقى على الكرسي وتربي صفحتين. هاي من ناحيه، ومن ناحيه قله النفط والغاز والغاز للسيارات استاذ، اذا هم اخذوا المصاف العراقيه وراحوا سلموها لايران. تذكر حضرتك من قيس الخزعلي اخذ مصفى مصفى بيه جي، شاله اكبر مصفى بالشرق الاوسط، شاله ودال ايران، فطبعا يصير عندنا بالبلد. أنا أشكرك أم خالدية من العاصمة بغداد كانت معنا. نذهب إلى قضية أخرى من قضايا العراق التي لا تكاد أن تنتهي، ومأساة أخرى وهي تردي الخدمات وانعدامها في المحافظات والمدن العراقية. أحد أعمدة الكهرباء يوقف إكمال شارع المدحتية شوملي من في محافظة بابل منذ عام 2014. يستغرب المارة من عدم رفع هذا العمود الكهربائي وتركه عائقا أمام عملية إكساء الطريق. المقطع التالي يوثق هذه الحالة، وأحد المارة يستغرب من وجود العمود في وسط الشارع. دعونا نتابع ما صوره هذا المواطن. السلام عليكم. هذا طريق ويا محلام طريق الحمزة الشوملي سايديين. هاي سايديين
وصل هنا تلقى عمود هذا الطريق من 2014 أو قبل 2014 لحد الآن ما أنجز، والآن أنجز تقريبا 90% أكثر من 90% منه، لكن ما يؤسف له جاثم هذا عمود الكهرباء. فالآن أتوجه إلى عمود الكهرباء، أريد أحاكي عمود الكهرباء، أريد أقول له أنت من جئت ووقفت هنا وسديت الشارع، أنت جئت هنا وسديت الشارع، أريد أعرف أنت من يا حزم، أنت من يا عمام، ومن وراك ما تقدر تتحرك، شو نجيب لك؟ نجيب لك رئيس وزراء يحركك عن وسط الشارع حتى يكتمل الطريق بنسبة 90 أو أكثر من 90%؟ الحل شلون وياك؟ أنت عندك فصيل مسلح ثابت مكانك؟ شو عندك أنت؟ نعم، بالفعل كان من المفترض رفع هذا العمود إلى مكان آخر لإكمال هذا الشارع. نبقى مع الخدمات في العراق، حيث اشتكى أهالي حي بغداد في منطقة القبلة في محافظة البصرة من تكدس النفايات وعدم فتح الطرق وتنظيفها التي تصل إلى بيوتهم. يبين الفيديو التالي الذي وثقه أحد سكان الحي خروج آليات البلدية لفتح وتنظيف طريق إحدى علوات بيع الخضروات القريبة من الحي، وبحسب المتحدث بأن صاحب العلوة هو تابع لأحد الأحزاب السياسية، بينما تترك شوارعهم مغلقة بالأنقاض والنفايات المكدسة. دعونا نتابع هذه الصور. الشارع العام اللي هو 60 مال حي بغداد سادينة، وهاي نهاية علوة سادينة، هذا كله سادينة زين، ورحنا وهاي المنطقة، هاي المنطقة حي بغداد زين، هاي المنطقة مال حي بغداد، هاي المنطقة مال حي بغداد، هذا شارع 60 مدينة الرياضية يتصل زين يوصلك هنا. البلدية طلعت لغرض مو للمنطقة، لغرض المن للعلوة، ما خلينا واحد، ما دقينا بابه، ما رحنا واحد بلدية، ما رحنا له، كلها يصير خنيث علينا، ما يعطينا كل مجال، عرفت شلون؟ فاحنا النادي المحافظ سعد العيداني، النادي خي يشوف هاي الوضعيه ولا يقبل على هاي الوضعيه. ها خلي شعبه القبله ما خلي ابو الاليات كلها، شوف هاي الاليات طالعه على مود ينظمون للعلوه، خطيه العلوه فقيره، شوارعها تعبانه، اي والله زين. وهاي احنا سادين الطريق ونفتر مين اللي عندنا مريض، اللي عندنا طايح زين، نفتر مين من حمدان، من الفل كمال حمدان زين مال العين. ومن حي طارق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، صور مواطن عراقي غرق إحدى المدارس الكرفانية بالمياه وطلب بوضع حل لها، لا سيما بأن الطلاب يؤدون الامتحانات النصفية خلال هذه الأيام ويعانون من الوصول إلى مدرستهم. دعونا نتابع هذه الصور من بغداد. هاي المدرسة بعدها شلون غرقانة، هاي المدرسة غرقانة، طيب هاي هيجي وجاي تداوم بها الطلاب، داير ما يدور غرقانة، وعشون غرقانة يعني داير ما يدور غرقانة. هسه أنا من جاي يعني، لا تقول أنا بالشارع يعني فوق السطح وجاي أصور لك، يعني ما أقدر أنزل من جوا أصور لك، لأن ما أقدر مي هافو، تقول هذا يكذب علي ومي باع المي، من فوق السطح جاي أصور لك، الله شاهد يعني. هذا حالني بحي طارق كرفانات، هاي طارق الكرفانات يم الوسط، قريبة على الوسط مال بغنا، بعد شلون غرقانة ضاوية يعني، هذا طريق الطلاب يعني، هذا لو واحد من المسؤولين يجي بيته يقبل هيجي مدرسة، هيجي مدرسة يعني يقبل عدة طالب يداوم في هيجي مدرسة، لو ابنه يقبل يعني، لو ابنه يقبل في هيجي مدرسة يخليه.
وحول هذه المقاطع دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع بشكل خاص وحول الخدمات في العراق بشكل عام. مصطفى الكوفي يقول: مليارات يصرفون على الملاعب بس على المدارس والشوارع يسدون عيونهم. صلاح يقول: هذه صورة من الوضع في العراق فلا تستغرب وماكو أحد يسمعك. محمد يقول: المسؤول الأول عن دمار حي بغداد هي شركة النرجس كما يقول محمد، لأن هي عافت حي بغداد وأغلب الأنقاض من سيارات شركة النرجس وسهل العراق. يقول: إن شاء الله موعدنا هاي الأيام راح نغلق شركة النرجس وشركة سهل العراق إذا ما يرجع العمل في حي بغداد. علي سليم الكردي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم هذا الشعب المسكين. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. طلب خريجو المجموعة الطبية طلبوا وزارة الصحة بفتح استمارة التعيين، وقالوا بأنه بخلاف ذلك سوف يقومون بالتظاهر، وعبروا عن ذلك من خلال وسم الاستمارة أو المظاهرة. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم على تويتر. منهم من غرد وقال: كعمر خالد يقول: أما بعد فحقوقنا خط أحمر، والتفكير في تعطيلها والإخلال بها لا ولن نقبل به أبدا مطلقا. يقول: فعلى الجهات المسؤولة الإسراع في إطلاق استمارة التعيين وعدم إجبارنا على التظاهر، وهذه آخر فرصة. منار تقول: لا تراجع ولا توقف حتى إطلاق استمارة التعيين المركزي. منتظر أحمد يقول: أقل شيء نطالب به حقنا هذا ولازم يجينا بأسرع وقت. مريم كامل تقول: احنا اقوى نطالب بحقنا الاستماره او المظاهره. وصلنا عبر خدمه انت ترى التي توفرها قناه الرافدين مقطع فيديوي من قبل اصحاب العقود التابعين الى بلديات بابل، والذين تظاهروا واعتصموا اليوم واغلقوا مبنى المديريه احتجاجا على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم، واكدوا بان هناك اسماء تم تثبيتها وإضافتها لأنها تابعة إلى الأحزاب وإلى جهات متنفذة بحسب قولهم. دعونا نتابع هذه المناشدة من قبلهم في هذا المقطع. 25 واحد، احنا نطالب بالتثبيت. الأمر الإداري مالنا ما ندري، أبو المالية يقول مو يمي، أبو المحافظة يقول مو يمي، أبو البلديات يقول مو يمي. يمن أكو قرص بالعالم كله، قرص يحتريق، وين صايرة هاي؟ وين صايرة؟ شنو ندري نبني احنا عمي؟ عندنا عوائل، عندنا اطفال نعيش، احنا من خيمتنا منصوبه ومعتصمين لحين التثبيت. ما نتفرق ابد ولا نخاف من تهديد ولا نخاف من اي واحد. عندي عامل توفى قبل خمس ايام، يستنكفون يجون الفاتحه باسمه مدير بلديات المحافظ. شنو ذنب هذا العامل؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبنا احنا كموظفين عقود؟ انا خدمت يا سيدي 11 سنه، شنو ذنبي؟ عقود بلديات بابل كلها معتصمه،
لان يوميا يقولون على الثلاثاء وماكو، تجي الثلاثاء وماكو، هاي صار لنا شهرين، اغلبيه العقود او كل العقود بمحافظه بابل ثبتوا، مشاريع، محاضرين، الكهرباء، الصحه، الزراعه، الري البارحه كلهم ثبتوا، الا البلديه، محاربه ما اعرف، يعني ليش بس البلديه؟ هذا عامل النظافه يشتغل من الصبح للثنتين الظهر، لعد وين حقوقه؟ هو احنا كاداريين اقل واحد صار له 8 سنوات، اقل واحد ببلديه المسيب انا خدمت 8 سنوات. وماكو لا تعيين ولا تثبيت ولا ابد، يوميا على الثلاثاء جايه على الجلسه الجايه وتجي الجلسه وكل شيء ماكو. نعم اعزائي المشاهدين، استعرضنا معكم هذا اليوم ملفات عده وكان على راسها تظاهرات من امام مقر البنك المركزي العراقي وطلبوا بخفض سعر صرف الدولار ورفع قيمه الدينار العراقي بسبب ارتفاع أسعار السلع في العراق والتخوف من ارتفاع آخر لسعر صرف الدولار واتهامات لأحزاب وشخصيات متنفذة بتهريب العملة خارج العراق، وكان هذا سبب رئيسي بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. استعرضنا كذلك مقطع خاص وصلنا من سجن التاجي و كيف هي المعاملة هناك مع السجناء، عرجنا على الخدمات في العراق ومطالبات بالتعيين من قبل الخريجين ومن قبل عقود البلديات في محافظة بابل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.